نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله ترزق التوفيقات خطبة التوفيقاتنا فرمديا لما عزم يكفر بسوم جغت كفر يعني. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نماز ترزق فرم الشعفاء يفتو بحق يفتو ونحب الغزلتب مخون يغزلتب. قال الله تعالى في الآية 45 من سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب زيغن فاي قرآن آر قرآن آر اقصو زيت شوار طفل مشتاع كفر دنام تتفنس تتفر قرآن قيغة ساوة غنبار ذكي خيج اش بيغن فاي ينم. وأقم الصلاة وصلي وارب وأقم الصلاة نمازة ترزق عربي قراء وار إقامة الصلاة ترزق حق يبتنى عجل أم دل ترزبط نيت ترزبط شروط خبطه ويك تحمي فاصل ذري تبسقو شارك فار تحمي فاصل ذري تر شمغغب شو وزي قرر ودي قبش تجوه زي قرر إقامة الصلاة قاشت الصلاة بيانا ما أزر تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونحر لتزغف وشئت وكما يعشش ويش فنا وطغنا يقوم توقش أنا ويغانا تبيه تكفر أفر نماز ونصنا نماز ونصنا وما يعشش ينعب ونحر وما يعشش توبة قمت قتول توبة قتغاها توبة قتغاها توبة قتغاها وتغاها. صحابه ما يعش ورج انا نبش ورا انا نبش خف غير لا اخي نماز قوم بارن تيش مشتو بس كاش تفترو مخون كي لا جوش تو غير تو مشتو قوم بارن با ما ري قوم كلا نبش ور قيحي انا يامي نماز قد جسنو ليك جرام فاي رت غي نماز يا لجمي با يخمي وا نماز قري غلطي وقت بحش تمحاغو توبش بجي مخونو يسترق اينا يشهد قصتو شال داغو رخوجا نماز يشهد ترزو مخون خريم لجو هاري زاغورا نماز قدو خب انشتا خواتي خب اسمان خمو قرش وزخاو قرم تك اخمان
بقس يغنو تحم قد في غنفا غفهم بانق في غنفا من صلاة إلى صلاة من جمعة إلى جمعة من رمضان إلى رمضان من عمرة إلى عمرة من حج إلى حج سبا سبا فخما ونحوها والطغات ويشفر تفدم يا أبخنا ما زال واخت الزاقز بلبغ إكرام شجاعكم فأبشر جم سبب ويمؤو سبب شرعية ويمؤو مبرر شرعية ويمؤو ونحو ولا ولا جو توبة قبطة لما زكت وانا قذف واختك غنفا قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شو يعني تدرس موقتي شرج موقتي شجاع موقتي يكد موقتي أحلام موقتي يات موقتي بلبغة أختك بلمغة هنا ما ذكر في وقتي زبطرم طوانا جت درم نماز ومغق ودو قطاب سرقفن شقيدو لو قطاب سر ترزو نماز زبطرم من هدي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعها عشر مع فرعون وهامان طهور الأمدزار أمدز ترزو تشتيش يواختم مواقيتيان يواخت وصف قيامة ما في مديا نفنو ختت نور برهان شهادم فد يعني برهان حجة برهان سوى الحجة يا فرسوى الحجة ويقول أركم نماذ صرف نماذ رد غد شهادم فدوه ومن ضيعها ترزنا ما زي صرب بليغك يا صرب اين احد يارا خط وطو صراخت فرعون وهامان اري اشو بودام كنو بام يما نمازهم غقود تدرزم يحنو القرآن بزيشت أربع وقي غسر القرآن جنتم تقبي غسر وبخنو القرآن طاعتي تعتهم فبشروا يبطون يا نحفر سوي مفتاح الصلاة نماز جاء شأفخت بأنك تبس فنبار مجاحت القرآن يا نحضر ما أشيشي فنبار يوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لمواقيتها نماذا لوقت نارك ترزق المسلم من نماذا مش حقا تقوكنا بقى حمام اشتو مكون خيب ليش زخرا مش دايورا حنفت الوقت كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا حنفت الوقت بينما زام يكون فر ويمغان القرآن حنفت الوقت ذوق بخرج يعني حنفت الوقت لما زال سوال مناجاة حمود أبشاء حق أبشاء وتأيك وظهر مرضون سوال حمود أبشاء وش حنفت نمشي باك ففي حديث أنس عند الشيخين إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه ينادي ربه نماذا كنت تذكر مئوى الحمد وشاء عبدك قال أبو العالية وهو من كبار التابعين مر فرس ما الشاغو سجواغو بسم نقا خجي قرآن جاسوغي دور أخجاغو آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يكفوق يأواتي أرز قيم غانم يؤم نماز نماز في أول نماز دور ترز قرم شيش شاية خنوط سيسيوت ثلاثة كتن في أول ثلاثة خصال يا فري أول إخلاص قاب دوت حم فغزغن في ثانيا يؤخش يتحم ششتن في ثالثة ذكر الله القرآن حم فزاد فغزاه وتحوينا تذكرام دو فر يأمر يأمره بالمعروف مش أكبر أنه فيب تحوش تذكرام
تنهاك عن المنكر مخنم ونحن حرام تشويصل وذكر الله معروف قرآن من أوامر خيتك أزفع خيتك ومصفع خيتك أني أزفع خيتك يا فسقى صلاة يا نحو ما يحشش يعني يا نحو رفو ما يحشش يا نحو عبادة ما يحشش يا نحو تحم يا ريا وجو يا فدد حساق زبدار سوطة يا فسقى وغفن غفن فاي وتذكر والله يعلم ما تصنعون هم قيس لغو تدو قامي جفوز جنما تدو شامي تدغو وقتمي شاب نكتب جنما زاقوار وسما جمي مستمي زاو مكت متدو شامي مفعال مشلا جمي صدغو لوقت وتفا غمي يوقت من مال فاي يا نحو بغفق فاي يا نحو بغفق فاي بتحبو بطابن وفاي مقبغ لجتك يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري في كتاب تاج العروس الحاول لتهذيب النفوس ابن عطاء السكندري يغفو ما يحشش نمازم في مغانو ذكرم يقول نمازا جوي قتب يقول استاذ نمازم مع نقل القرآن فتح مدوكشات مدوكشائي الفاتحة والحيقة هو إياك نعبد وإياك نستعين سبب شطل وقبل أبقنوا فهمت حمد قبل أبقنوا ويستقوا أشكو جمت وانا قبل غنبار مدوكشاء قوة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام يا وفير أشوف أجد وانا قبل مكون هو لجه أشكو ذكران نماز بلجغم باش شيء ونماز قابل يخطب يمتدد وقبل درزتني عن كافة باش يخطب جاري أنا مش حيث نفاية ينوي بيس نفاية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه يغفر لكم واسألوه يعطيكم واشكروه يزدكم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسل الذين اصطفى وعلى خاتمهم المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي مر قد طاغ ابن عطاء الله السكندري قد طاغ الشيخ شيء ورعاش كل نفسك وزنها بالصلاة تفضل قد شكر بس من دين مقل إجراء وما يؤمن نماز مقل شكر بحال تعمل درجة قراء وما نماز مقل بسكر وخطر القرآن ويغسخه ويبوتو تحنطاك غزاغا أمرو تأكيغون أم تهقي وأحيو بفتا وشفا كتا تقول دات قصة حمود قصة حمود قصة ما ينمي فاوكت ومؤمن قفت أحد دغو يقرب أحتب يخا شباو شكتب وفتش في ذكرام أخا قبخام في ذكرام يؤسوق أخا قبخيم غشبرا وزبروا إيوان إما كبر فنغق فل أو عجب بسخب سجي غفوان بلا جرم بلو أو عدم أدب حمد زيادو فشواشة كبودة يقترب أدب قال الله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق حمد يوميس أدب بغاف وما حم آيات خلقوا حتخب حيث حتخب بلجت خب وانا قنا معزز بخورم زاد ومفتجيو
وإنما بل تقابل ربهم استغفر. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد كل صلاة ثلاث غمبارة. فأغفت له أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ثلاث مرات واشتغفر. وزاد شمكت جو كل نماذ شونا شواصمي جامي شواصمي استغفار صلى بل قابل رمضان استغفار قد حم قابل في صلى. وأخيرا يا وجم أشياء فهو قصة معبدة رقصفة في دقاء فنو تضلت وراء قد يؤاتر الشيخ داعي أم فزقف فوفا لا جرم ياشي يا فرق فصد قد سواخون سونجا عن كالو أو فاسق تخوزكم يا فرق قصفون ويبخي سيس آمين بغس آغو مستو قبص أجين قبغنات نمازم توتاوي أو فصد قر رقاس مستقلها سجادم يأتيل في قصيق يا فرق قصيق قلت تجم بغس أغس بأي غص آغو مستو جبهك أدي غزاغ يقول وعن زیرا زمیت و سبحان الله عن تام قی غفره قی حنو یعنی گرگون سیسکت غی و کنت اقرأ سورة المنافقون منافقون از آی گره خد بیش بشواشو تو اشی اولا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حتى أجب شو مجد إيمان دي أخي مجد تود تنطن فايا تي بالمرة تتعالى خمرة حمي ذكرت حمي نمازت حمي القرآن فاتشوتي سخطب فاتشوتي خذ القرآن بن قدو خدو خاسرين سقوا ما يعشش يقول يوسف الأصباط مر تابعين فما يشاء يعني فما يشاء يا معشر الشباب أنا نبيكم قاعدة أنا نبيكم قف قيد فيا رجال طول أخوي مكية وترى في ناتج وتي أنا نبيكو نماز شو ركعم وشو سجود القرى من تغت نماز ميوا تيا نحول يا نحس ذي خاط سريع ركع على سجدة النصف بس بسقط ركبه ظهر خشوع رسم جاه ركوع مرق أي فرب سجود مرق أي فرب يشوف نمط بوز خبرنا قاني أول يتخاو خشم خرط خيك يا نبي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورد أنه في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب له ولعلها تكون هذه الساعة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده ووفقه ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطكم واشكروه يزدكم. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة يا أخي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله. أتم الصفوف وسد الفرد سرخ قدوخ سرخ قدوخ.